يقول السائل: رجل أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء فنزل المطر فأصاب جميع أعضاء الوضوء مع أنه نوى الترتيب والوضوء، فما الحكم؟ المطر ما يكفي، إذا كان ماء يصب من بزبوز أو يصب من مرتفع وعرض أعضاءه له بالنية مع نية الوضوء فلا بأس، أما نقط المطر ما تكفي هذه للوضوء. نعم، لأنها ليست كثيرة. نعم.